الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ومجيب الداعين وغافر ذنوب المذنبين وقابل توبة التائبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله يعلم سرهم ونجواهم ويرى ما يفعلون ويسمع ما يقولون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، ودروستي تحناها هاد سلسلة رمضانية، سلسلة رمضانية وي وشلسدي سغال إيا لباتناد وي مركمانتا موضوع أنه حكوس أبسنية هاي آداب العيد، ما دام عيد أي فود نغصو هاي صو آداب العيد قفك عيد يوم مسلم كاه إلهي نو دوا دربا إلهي نو كهل جائزة العظمى أبال مرنتي وين هذا مرنتا ولس أبال مرنا يا بشي لا صو صو مي أيا لسك أبال مرنا إلهي وحب حين يا فضل ديرا هذا أو وين آداب تاسي كساب سنتهي تدك مسلمين تا أعياد بيليهين تدك فرنشيغا قالدون أعياد بيليه ده أعياد فربضان لكن أنك عيدين سدح عيدو دان كسو كوبين عيد كوبات وفي الأسبوع عيد في الأسبوع أوي وما لنت جمعها ووتر مركان كسب بالله نصبت إلى خميس والله مركا مالين تعيد مالين تجمع ذا ومالين تتطبات أو دتك أي نستان أو إلهي ذكر جيسا إيه صلاة الله كلها يو إيه خطبة لدرجة سنة يو صلاة يو اللي تكن يو تاسي عيد نور تهاي وحنا ويا وتي يهود أي ديد أو إلهي أنك نسيان وقفل دل أمد النبي محمد تاسو عيد عيد الله بعد أو مسلم لبدا عيد هو وين وعيد الفطر مد هذا بشهر رمضان عيد الفطر وين كديم مركان بشهر رمضان صوص صوني صلاة الليل مركان همين كي جودني مالنتي النهار كي مركان صوني قران كي مركي الأخريي أذكار فربض مركي السمائي صدقة مركي لبحيي قراءة القرآن كم مركي لبديي اعتكاف كم مرك مسجد كم مركان بدني أيان عيدنا عيد المسلمين تونا مركز توحي دبت الله عباده عباده اللي صوت لمايي أي حفلة الله لقاياه وحفلة وسقوتين مركي وتخريج روح مركو تشام عادة كبحي مركاسيو مركي سكندري لقبحيو وحالو سمي حفلة تخرج حفلة يعني تخرج وي احتفال أي الله سمي احتفال سنوي احتفال متنا أي الله سمي مرك إلهي سبحانه وتعالى مرك حفلة الله دقة يقول العيد يقول الدبال دقة ومر عبادة أي كهر ريسا وهو يسيد عيد الفطر قوكلا صدن كي ينصر صنعي وصداس مرك عيد مسلم كعبادة دبات الله فسق إيا منكر إيا بلاي إيا ذنوب إيا شر إيا شدة ما دبات الله سيد عالم ك يعني غربي قوكلة سيد ما دبت هالي عيده إن واحد دبيالين عباده إيه وناك إيه ربي كبق أي دبيالين آداب تعيد أيان كهالينا مرك باقتصار عيد أحكام تنصوص عطيلة وحال الرب الروح مسلم كا إنه عيد يسأي نقط عيد حلال أو وناك سن أو سن معصية إيه بلاية إيه وعوي هيسة إيه دانس إيه رقص إيه إنا لقلين بالرباء روح تتك مسلمين تاو الله فسح إنا عياران مالين تعيدة أو حوي عيارة تقليدية أو أن مشاكل هن أو رجل دمر يسوى ذا ديلي أو يسوى ذا عيارين والله فسحي أو تي نبي صلى الله عليه وسلم سيادك النبي جا نمن سودان أما أطون سودان نمن ومدمدوب أي كو عياري سيدة أحاديث صحيحة كو قرن صحيحينك iy sunanka iyo inta dhanba markaas nabigu inta caayisha soo kaxeeyay ayuu daawsiyay oo isku aadisay markii ay ka dhareegtay ayuu yiri bismiyaha markaas soo kaxeeyay saadkii nabiga ahaad
marka ciyaaraha noocaas oo kale oo aan ikhtilaad rijaal binisa aan jirin waa masmuux inaad daawataa dhib male in loo cayaartagaa dhib male taasu yani maa fi mushkila marka mawduucaan ka hadlayna waxay tahay ciiddu axkaam ay leedahay ku tacaluda kow waxaa xaaraama raqab koomaad sawmu yowmiya alciidi maalinta ciidda in la soomo ma banaana waxaan u daliilay xadiidkii abi saciid alkhudri radia allaahu canhu waardaah أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر رواه إمام البخاري نبي وحو رابي من عن باطن وحو رابي نبي إلا الصوم مالين تعيد عيد الفطر هي عيد الأضحى إلا الصوم النبي واتوتي وحانا وي وحان لو صومين وحال لموتشنا يا عبادة موقال كيدي أيا لموتشنا يا إظهار نعمة الله على العبد ayaa la muujinaya iyo natiijadii ka dhalatay soomkii iyo cibaadadii iyo xajkii ayaa la muujinaya marka in la soomo maalinta maaha ciid alfitri iyo yowmunaxri wey xadiidka imaam bukhaari kitaabu soomu ku wariyey qodobka labaad waxa weeye waxaa sunnaa oo mustaxab ah salaada in la aado rag iyo dumarba in salaada loo baxo musalla alciid meesha ciidda lagu tukanayo oo musalla ciidka in la aado weeye haddii masaajidku yar yahay waxaa la aadayaa barxadda weyna caalam islaam ku tukadaan haddaan masaajidku deeqin ilaa maka iyo madiino maahane maka iyo madiino ayaa ka xaramka lagu tukanaya taasa afdala waana waasic waaba ku filaya dadko dhan ila alxarameyn banaanka in la aado oo meel muslimiinta laku wada tukato ayaa wanaagsan in la aado salaada rag iyo dumarba ayaa sunna oo sunnah iyo hadigii nabiga ka mida waxaan u daliila qowli umu cadiya radia allahu canha waxay tiri amaranaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam an nakhruja fi lciideyn alcawaatiq walxiyad wadawaati alkhuduur dumarka kuwa dhiigga qaba iyo kuwa qoqololka ku jira oo gabdhaha inamaha iyo kuwa makhdooyinka waxaasoo dhan inay soo baxaan oo ciidda usoo baxaana la rabaa waxa weeye gabadhu hadday mathalan ay dhiiggii qabto iyo waxaasi hadday dhashay oo soo bixi karto in la soo baxo oo khayraadka iyo nafaxaadka iyo ducada muslimiinta lasoo xaadiro ayaa wanaagsan waxaad moodaa inay tahay sunno laga tegey nebigu amar buu ku bixashay ha soo bixinuyo khayraadka iyo nicmada iyo nafaxaadka ilaahay inay ka qayb galaan baa la rabaa meesha waxbaa ka dhacaya waxbaa soo degaya roog cirkiiba horay waxa weeye daruur baa godlatay meesha nicmada ilaahay iyo naxariista ilaahay baa ka socotaa dadkaas waxaa la leeyahay markay salaada tukadaan socda ilaahay dembigiina waa dhaafay idhabu iska socda maanta dembigiina waa la dhaafay dembi dhaafkaas inay kasoo qayb galaan ayaa la rabaa waa sunno in badan oo mujtamacaadka muslimiinta ay dayaceen oo laleeyahy gabadha gurigaaga iska joog inay soo baxaan weeye oo ciidda usoo baxaan listimaaci alkhudba listimaaci alkhudba wasalaa khudbada inay dhegaystaan salaada inay mataqaanaa meesha salaada soo xaadiraan dembigooda la dhaafo caruurta mataqaanta soo kaxaystaan sidaasaa la rabaa sidaasaan idiin sheegaya oo idinku boorinaya waana sunno ee maaha khilaafu sunno maaha shay mataqaana khayru mashruuca maaha shay diinta khilaafsan maaha waa nebigii baa yidhi imaam bukhaari iyo muslim sidaas weeye qodobka saddexaad wuxuu yahay meesha markii la tago musalla alciidka sawaa kaanad fi lmasjid aw khayri lmasjid ama masjid ha noqoto ama banaanka barxadda weyn oo la isugu tegayo ee muslimiintan hadda muqdisho joogtaa barxado waaweyn in loo sameeya wanaagsan marka qodobka saddexaad salaada la tukanaya ana asalaata qabla alkhudba salaadu waxa weeye khudbada ka hor weeye kama fi saxiixayni can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana annabiya sala allahu calayhi wasalama sallaa qabla alkhudba wuxuu tukaday nebigu qabla alkhudbuu tukaday imaamu albukhaari kitaabu alciideyn nebigu wuxuu tukaday qabla alkhudba ee ma uusan tukan bacda alkhudba marka hore waa la tukanayaa markii la tukado laba khudbadood ayaa la akrinayaa khudbatayni min bacdi salaa
laba khudbadood ayaa la akhrinaya waa sida jumcada oo kale waxa weeye mar hadday saas tahay laba khudbadood la akhrinayo salaaduna khudbada ka horeyso lana فيه أسوة حسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا النبي قال له صلى الله عليه وسلم نمبر كأفراد التكبير في الصلاة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية وها مشروعة قلت ديي وهذه النبي كم ذا صلاة إمامك إيادات كوردان إني ragcada hore todoba takbiir baa la takbiirsanaya ragcada dambana waxa weeye waa shan qabla al-fatiha wa ba'da takbiirat al-ihraam fi al-ula wa ba'da takbiirat al-qiyaam min as-sujuud fi al-thaniya qala ta'ala walitukmilu al-iddata walitukabbiru allaha ala ma hadaakum wa la'allakum tashkuruun waxa la takbiirsanaya ركعه كوبات الا والله ركعه ويه تدب وبعد تكبيره الاعراب الله اكبر متري تاسو وغير محسوب هكو ترين الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبعه ركوع مرك سداس وي وهكذا ركعه اللبات بعد تكبيره الاعراب خمسه ويه هل كاسو وهلكا مركا إلهي وحليه هاي بقول سديت نيشان من سورة البقرة وحسال أنت كوجس مي وصان كل أنت كوفر بيلا وإلهي إدين سهل أو كي مريض كي مسافر كي عنا اللي يري أو نك شيخها أو كبير كها أو هرم كها هي إسلام تعيدون عجوز سد هذا تعبان كه هذا بجبودي اللي يرها عنا في ديانا هاي سكب حيان وحوي سبحانه إلهي إنه أدين حريص إن إلهي أمه هذا علسان نعمة أودنسي تسهيلك يا تيسيرك دينت اسلامك ان المهدو علي انه الله اكبر سداس وي ساس كسوتا تكبيرته وانا فعل كي النبي صلى الله عليه وسلم قضب كشنان وها وي عدم التنفل في صلاه العيد ولا قبل صلاه العيد ولا بعدها الا اذا صلى الناس في المسجد فتؤدي تحيه المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس إمام البخاري في كتاب الصلاة سنة كاريسة ماشا برحدة أولي سنة قبلية إيا سنة بعدية ما جرتو إلا لكن هذي داتكم مساعد كنتو كنيان وحا مشروع تحية المسجد لبرقع إن تبكسيس ها وحين الدليل حديث الإمام بخاري أورنا كتاب الصلاة أوليه النبي صلى الله عليه وسلم روح عادينك أنت كمده مساعدك هاتو صوك له ها لبرك عادتو كدو انتو صنفري سنن النبي قولنا نين صوك له السحابية خطباء سوى كتشرة أيو فرز مركز استاك لبرك عادتو كدو إنا فوضي صلى الربا إنا دمانتو نصردر إرى آخر سدماها إلا خطباء ديبا صعوته ودينتو وحيلها ده مقياس معيار إله ده واحد أرك مركز صوب جلان هل كاب اللابية المغرب اللابية إمام كانوا خطبة وآخرينية ركعتين خفيفتين أيها الربا لبر ركعة خفيفة إن تكتر الربا أساسا واي هاي قضب كل حال الاقتصال قبل الخروج للصلاة إن السوق بايست أو السنة دي في أو عدل السوم مري أو نرك أو قرحان القاتو أيال رمال انت عيدا وهاك سنة ابن عمر كان يقتسل يوم الفطر قبل أن يقضو إلى المصلى عبد الله بن عمر وأتقاني سدو النبي هديجي سي السنة دي سي آثارت النبي وقد يتشري مال انت وقوي ستشري ها وايه سعيد بن جبير من هو سعيد؟ الله وننك حجاج ودلي وتلميذك ابن عباس وماها تفسيرك أي معلمك وننوح وهذا هو تابعي أنت
سعيد بن جبير وحو يري سنة العيد ثلاث ثلاث عيد السنة دي دا لقرب الروح وسدح المشي والاغتسال والأكل قبل الخروج إلى الصلاة وحو يري سنة دا عيد أيلي دا وسدح كو وإن صعطا المشي أفضل من الركوب إن صعطا دوي عيد هدي سنفوين مشوي المشي إيه وبيصشو إيه عيد الفطر جاء إيه وحلا صوت دميه وحلا صوت طاب تسد احتمير بالله كده جسد احتمير أي كوب قهوة كوب شاي إلا وات صوم من هذا وقت وات أفعرنا وحلا تشبين يا صوم كيبا ماشى كبري ها أما عيد الأضحى ماذا صوم من الشلع ساكا وعوني سي تا يد هرات كأدي صلاة أضام وعوني وهدي النبي بأبوه صلى الله عليه وسلم ها سيدا سوي إمام النووي رحمه الله وعير اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد وإذا كان المشروع لبس أحسن الثياب إن نركب في عن السوق أتمنى وافي عن تهاي لكن نركب في عن وتشرك كم مغضى وهاكلوا لصعضة قلبك إلا النظيفية أسقنا وقلبك الظاهري هاي سبدنك إيه قلبك إسلا الصعضان في الظاهر وفي الباطن لبضب إن النظيف كويهم بالربا لكن قلبك هدو بلايي هاي سكير إفريد هدو يهي بهلا قلين هدو يها قلبك كركين أو قرحون يهي فإذا لقاها لو ويرت ويهي نمبر كتطبار أن يأكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر فطر لما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات البخاري وكتاب العيدين وإنو نور حبو أو إسلير ترى إسلير وإنو صعنا كولا بسدحوي ترى إسلير أدو هدار ابتدوت حوغا كاتش تشيرته خمسة كدك أربعة لا أربعة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ها لين وقف مسلم أنا النبي قيام خطيانية وأنا خلافية مصعون يسوع أنتي آت كري كرتت كران كا إسكت يسوع نادي النبي إن أتقادت هنهن وصلنا محايق الجلي وحنن أو وحلو جارة وحسنات إيه الدرجة إيه الدلع سين إلهي أكتيسة سنة النبي قوي مالين بني وحير إمام أحمد بن حنبل قصة بقصة كان تاه أماتك الله على الإسلام بالإسلام على الإسلام الله كوجود له مركز وسنة سنة الله كوجود له ده سنة عيار ما تروح هذا أركع درك عيرية عالم علامة علامة وي يعني مدرس في كل فن من كل فن أي درسية هذا نقرك يا موقالك يا هيبدي يا قروحدي ابر الله اكبر الله اكبر وحان داوودي سندي الله كوربي رحمه الله نن كمدا مقرئين تا قراء واوين او عالم الاسلام كلي يقان سده هو اخرين يا قرانك ما شاء الله حدث ولا حرج انت ان اركي ننكا قرآن كساو أخرنية قرك إبروي وقرمليت إبروي قرآن كينو أخرنية إلهي واتعلي هاي قرآن كيبو بري طبنك قراء سقرى والكبرى أيكو أخرنية لكن وحالق اللحية ودعال وعلى الربا إلهي باتعلي قرآن كيبو بري وحوينو سيي فضل وين بو سيي الله قرآن كو نبي يقول مركو كسر دقيا وثقيل بوها وعلوس مركو نبي كسر دقيا حتى بقشوة فريسة جرت ما دقائق تنا صدق يعني إلى إلهي ونوش دقيا قرآنك مركا قرآنك هو شيء عظيم هو شيء وين وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه الله أكبر كتابك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إلهي نور بوسي إلهي وبقري وعلى الربا إما هو على أركيسا سنه أن كنت دالين صلاة وبوبيا وبوبسينيا نبي بوحيري صلاة هلا فضي فضيت كان نبي بوحيري هلا فضي الله أكبر يسمع الله إنا إسكوح إنا إسكوح يقار ما الله أكبر وعند مغلى مركز ما تكرر رجع على كوبات الله أكبر سمع الله لمن أو فاتحه أو سورة ذي كله بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الربا سنة النبي جه إلا الدبقة سنة النبي جه ميل جوجارة نوافشها ميل جوجارة قص عمرك انتاس أوها قلب كسيدة عوي كيت الضباط وصو شيغني تمر وان لعنا انت هذا سلاد عيد الفطر او بحين سلاد او بحين اما عيد الاضحى ايضا ماها مستحب هو ان لا ياكل الا بعد صلاه من ضحيته كما هو هديه صلى الله عليه وسلم طلب كسيدات التكبير في يوم العيد ما انت عيد ان التكبير صدا الرباح او وها مشروعه مركي امامك وصلاه تكبح إلى إلى إمام صلاة وكبح إلى تكبير صدى هميك عيد أي لا تبش الأرك وإلا باللابا في الأسواق وفي المساجد وفي البيوت وفي الدرق أنت صلنا على ربا الله أكبر الله أكبر سيغا ده هدو من شيء قدونا سيدا صلى الله ربا إلا تكبير صدى هذا واحد مدان إنك شارع كو تكبير سنة إلا موالية مساجد إلا قحشوني قريه إلا قحشوني تكبير تهلا نوليه ولتكبروا الله على ما هداكم إلهي بأن هنوني مسلم لقد لقي دين معانا سيي إسلام الله وعكف عن مية ترى تطبع ملك الأهن قلتاقية وحوي مركة تكبرت وحوي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد خرج إيا الدمر كنا ولا تكبير سنيا في الأسواق والمجالس والمجالس والمسجد وأما النساء فلا يجهرن بها بل يخفينها لأنهن مأمورات بالتستر أيك ناغوه خاص بيء التكبير سنيا ماها إني لقيليان لكن هو تكبير سنيا قضبك سقالت التهنئة إلا اسكت تهنئة إلا اسبق هذه عبد كليس سارة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وما شابها إيا وحي لمده أو قوري إيا وعاسي الله مربه عند الصحابة معروفة يهدين لسكتها نيئيو أهل العلم قونا وفسحين كإمام أحد من حنبل وغيره ولا ريب أنها من مكارم الأخلاق ومحاسن المظاهر الاجتماعية بين المسلمين أخلاق المسلمين توي إيه مظاهر كموقال كمسلم كمالي تعيدها حبت كليس سارو ليس عفية عفس كأقوي فاعفوا واصفحوا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ها مربت الى انه كل احساس سمي او حرقت قبته او كل قبته امد اسك عفي اور قبيد هالنقون اور كطاله مركز قلبك هكو هيسن دتك مالينتا اسك عفي رمضانك انت لا غاري هرتي رمضانك دحس دتك اسك عفيه وانا ترى هذا وحن يدين هيسن مله نينك يا حنتي نينك انا حمان نينك يا امان معفو عفوي ها ام حسني أيان حنتي وروات حمتي بلايات سميسي هذا ترى هذا ننكاس وفلان أو صدق أو دم هلس عفي على كل حال قلب كتمنات وهو التجمل بأحسن الملابس فقد سعد عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود إمام بخاري كتاب العيدين عمر مرا قرحون اسكتشو قرحون وصوقتي مركاس النبي قويم صلى الله عليه وسلم تشبط بصوقتي أو حرير كسر أو قرح بدن استبرق أو بربرقي سؤاد قرحون مركاس يا رسول الله هو قالوا وفود مركوت مد عيدي اسكو قرحي ابن عمر نركا أو قرحون نركا أي قادة شري مالين تعيده نركا أو قرحون نركيسا أي قادة شري مركو عيد وبحايو فرحونا هاد دتكا فرحا يا مالين تاسو دتكا فرحسن نينكو انو احرورتو لبسو انو وخصو سو غدو انو والو باهن يحي ارساق دا الهي كو واسعينيا احرورتاس اي فرحدو او عيدو والو باهن يحي لبدا عيدود عيد الفطر غا احرورتا اي اهلك يا حاسك اي جعليين ان لغا فرحيو او دهر لو غدو ها مركا سداسا لربا وعلى ربا فرحونا
وفرحي رمضانك عبادتي أصور لما يستطيع وسوف يدتي أيات كفرح سنتاي إيا مقامك ألك أنا جارسي أدرتشو ينكا فرح أن مل هيسن سدا ماها فرح وعلى ربا حمان تنا إن أد متقانا أي كحمان جلسوا وناك إن أد كفر أحدا وعن الدليل سدا حديث إما أحمد أو مرينا أرجاش يسوع أي صحيح تاي والنبي عليه الصلاة والسلام إذا ساءتك سيئتك إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن وعير النبي صلى الله عليه وسلم إذا ساءتك سيئتك حمان تاضو هذيك التراني يسوع لم رجوت حمانت وسرتك حسنتك حسنة يا وناقون هذيك فرح جليان فأنت مؤمن ها وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال كل يوم لا أعصي الله فهو عيد وعيري حديث كان النبي واسدا سو هذه حسنة أيك فرح جليسو حمانتنا أيك قلب آت كم ركتد مؤمن باتا لكن حمان مركز ميسا هداد فرح حديد حسنتنا آدم فرحين مؤمن ماهد وعليه هاي علي بن أبي طالب مركزته وأن وناك سمايه أما مالين كستون إلهي عاسن يا وأنا قوي عيد عيد ديد ومالين تانا ربي عاسن عيد ديد ومالين تا عيد رمضان إيا عيد الأضحى ما هكالية مالين كستون إلهي عاسن وأن إلهي أقفن أن إلهي متغن أطوبك عمل في عنا سمايه أن عرب كيغ إيا شركي وحو دان لغا نبات غلو او الهي او هنوني توفيق دا الهي او فتش انا عسيان سمين ما لنتاس اني هو اي عيد وعلى ربا ننك مسلم كا انو ونا كسب راح مانتنا او كم رقاه وعن لين هاي وعلى ربا روح مسلم كا انو يهي جميل الظاهر وجميل الباطن ويكون بهي الطلعة نقي القلب مغفور الذنب مستور العيب عيب عالي الرطب سيدا صلى الله عليه وسلم نوانا اكسن او مورال كيس الدين تأي سريان الى الربا جعلنا الله ممن يفرح بطاعته ويحسن لمعصيته وممن عيده بغفران ذنبه ورضوان ربه واتباع نبيه ساسن الهي كبرينا وعوية ندكي سلف الصالح عندهم مقاييس سلف الصالح مقاييس بالهايين بشهر رمضان يا وح كلبا دقيقة يعني مقاييس دقيقة وها نعضي أول الشيء سلف في شيء أن سائلا يسأل عن دينه جاء ابن عباس جاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن خير الأعمال وخير الشهور وخير الأيام ابن عباس وعيري نمبا نبي أي وحويمد ابن عباس نعيمد عفوا النبي قم ابن عباس نعيم مركاس وعيري وعاد يجور نتانو نر أضيور هرمي أنا هاي عن خير الأعمال أعماش وح مد أقو خير كبدن إيشك وخير الأيام ما المه مد أقو خير كبدن وخير الشهور بله مد أقو خير كبدن ابن عباس رضي الله عنهما وعيره خير الأيام وهو الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها وقت وقت يدا متك أوقف أعم أعم عمل سمي متك أوقف عنه وصلاة وقت جيد اللي تكدوير وياي وعيره وخير الشهور بلهنا وحاقو خير بدن بشهر رمضان نعم وعير وخير الأيام يوم الجمعة أسبوع أمام مالمهنا وحاقو خير بدن مالنت الجمعة صد حديبة وقت شوابي وايح هذا الكي وحو قاري علي بن أبي طالب أي هذا الكي قاري فقال يرحم الله ابن عباس والله لو سئل العلماء والحكماء ما أجابوا مثل ما وعيروا لو سئل العلماء والحكماء والفقهاء من المشرق إلى المغرب ما أجابوا
بمثل ما أجاب به ابن عباس رضي الله عنه. والله وعيرا هادي مسيغ مهروع علماء يفوق هذا الاسكوك ايو سيدي عبد الله بن عباس اتشوابي عد اتشوابي كرتمله، لكن يبقى إضافة. وعربا يعني حب أن يضيف إضافة ويرانو، لكن وحان لا هي علي هدانا هاي خير الأعمال ما يتقبل الله تعالى منك، أعمال وحاو خير بدن تي ربك أقبلا. يعني قلت له ما أيه الصلاة على وقتها إن ربك أقبل بلغي يا بابير بركة وحاو هي خير الأعمال ما يتقبل الله سبحانه وتعالى منك، إلهي وحك أقبل ويه إنما يتقبل الله من المتقين. قضب كاسان وهل كاسان كسح يا بوير، لكن من كاس الورد وهو ما يوير. وخير الشهور مية بلاها مدة وخير بدن ابن عباس وحير ورمضان، لكن أنا وحن لا يهوير. وخير الشهور شهر تبت فيه إلى الله توبة نصوحا وثبت على ذلك. بلاها وحاو خير بدن بشي توبك أنت ود إلهي النقطي إلهي كأقبلي توبة راس نصوحا دا. رمضان الصوتين اللي أقبلين بالغيابة، لكن هدي إلهي كأقبله أي صح أنا وصاصا ليه واي هاي. وخير الأيام مية، خير الأيام ابن عباس محير يوم الجمعة طبعا هو سيد الأسبوع. أنا وحن ليه خير الأيام يوم خرجت فيه من الدنيا وأقبلت على ربك وأنت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دقائق وحكم. الله وعير وحاق خير بدن مالمها مال انت أدونك آت كبحضو أد إلهي قابليسو أديقو قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله نهاية أو إلهي خاتم الخير كسيي مال انت خير بدن ما مالك خير بدن باشرته. هدي الدنيا دا عند خروجك من الدنيا أت كل ما تتوحيدك حسن الخاتمة وحسن العاقبة تاسا أنا وليه ويري ماشي ويري خير الأيام ويوم الجمعة أنا وتاسا إري ويري درس جيني مانتا انت سنو قدني هاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.